كلمة منك ربي بتكفي غير حالي وما رضيتش فيه وترفعني من وسط ضعفي وتبدل خوفي بسلام. كلمة منك ربي بتكفي غير حالي وما رضيتش فيه وترفعني من وسط ضعفي تبدل خوفي بسلام. انت قادر يا ربي قادر ما بيعسر ولا امر عليك. انت قادر ايوة انت قادر تبدل حالي اللي ناديك. انت قادر يا ربي قادر ما بيعسر ولا امر عليك. انت قادر ايوة انت قادر يبدل حال اللي نادي. اهلا وسهلا بكم احبائي في هذا اليوم الثالث لمؤتمرنا 52 للكنيسة المعمدانية العربية في واشنطن دي سي. اليوم هو يوم الرب، يوم الاحد، وحقيقة انا بشكر الرب من اجل الرسالة الصباحية اللي سمعناها مع القسيس المحبوب اخونا القسيس اسبر عجاج، اللي هو فعلا يعتبر انه اكثر شخص محبوب بعرفه ما بين كل الاخوة المؤمنين بامريكا. يعني انا لما جيت على امريكا وتعرفت على القسيس من زمان كتير من التسعينات، وبعدين هو اجى لعنا على استراليا، وبعدين رجعنا لهون وتعرفنا على بعضنا اكثر واكثر، وهلا عم نخدم الرب مع بعض. فيني اقول يعني تعلمت اشياء كتيرة من رجالات الله، وفي بعض الاشياء اللي ما بنساها ابدا من القسيس اسبر. ونشكر الرب من أجل حياته ومن أجل خدمته ومن أجل الخدمة الصباحية. ونحن اليوم مع بعضنا البعض عم نتابع باجتماعنا الثاني لهذا اليوم يوم الرب. مرة تانية رح يكون معنا في الصباح هذا، أو عفوا اليوم بعد الظهر رح يكون في معنا المرنم الأخ سامر بطارسة والأسيس ناشد غالي. خليني أقول كلمة صغيرة بس بالنسبة للترانيم والأعدادات اللي أعددناها. أنا بشكر الرب من أجل كل الأشخاص اللي تعبوا، وأنا بعرف بأنه في أشخاص ما بيحبوا أن تنذكر أسمائهم، لكن يعني هني دايما وراء الستار والرب شايفهم، لكن بحبك أنك تصلي من أجل هدول الأشخاص. خلينا نصلي لحتى الرب فعلا يبارك حياة كل هؤلاء الأشخاص من أجل تعبهم وخدمتهم ويعني محبتهم لشخص الرب. أخ سامر شكرا كثير من أجل كل الترانيم الحلوة اللي سمعتنا إياها، والحقيقة بالنسبة لإلي في بعض الترانيم جديدة علي، لكن حلو أن نتعلم بعض الترانيم جديدة، ومبسوطين أنك مرة تانية تكون معنا في اليوم هيدا. إن شاء الله تكونوا شوي هيك تغديتوا وارتحتوا، وهلأ صار عندكم يعني كما بقولوا زخم قوي لحتى نرفع أصواتنا مع بعضنا بالترنيم. فبينما الأخ سامر يجي لحتى يقودنا بالترنيم، خلينا كلياتنا نستعد لحتى نرنم مع بعضنا البعض. يعني يلا هلما نرنم ونغني للرب. تفضل أخ سامر. أهلا وسهلا فيكم، نشكر الرب لأجل فرصة تانية رح نكون فيها مع بعض نعبد الرب ونعلي اسم الرب. إحنا في مؤتمر الكنيسة العربية المعمدانية في واشنطن دي سي، بصلي الرب يعطينا الوقت الجاي وقت العبادة ووقت الكلمة في هذا الاجتماع لكل شخص عم بيشوفنا، إن كنت في بيتك، إن كنت في كنيستك، إن كنت في عملك حتى أو قدام الشاشة. بصلي في اسم يسوع الرب يعطينا وقت نكون فيه عم نستلذ وهو عم يستلذ وسط تسبيحات شعبه، ويكون فعلا الوقت الجاي وقت مؤثر، وقت فاصل في حياة كل واحد فينا، يغيرنا يقدسنا ويطهر حياتنا لمجده ولامتداد ملكوته. تعالوا هيك نبدأ ببعض نقول له يا رب أنت السيد، وأنت يا رب اللي مستحق يا رب الفرحة فيك لأنه أنت سببها، والبسمة هي بسببك أنت. كتير ناس بعيدين عنك لكن مش عم بيدركوا قد الفرق بين السعادة المؤقتة وبين الفرح الداخلي اللي الرب بيزرعه فينا، ومن رغم الأمور اللي حوالينا، لكن لأنه فرح الرب هو قوتنا، الرب عم يعمل أمور غير عادية في حياتنا بسبب قوته وقوة فرحه في حياتنا. مبارك اسمه. Thank you.
لك يا سيدي يا فرحتي يا بسمتي أقدم تسبيحتي لك يا سيدي يا فرحتي يا بسمتي أقدم تسبيحتي وكل طير في السماء وكل عشب قد نما والصخر في أغصانه لك يغني باسما وكل طير في السماء وكل عشب قد نما والزهر في أغصانه لك يغني باسما لك لك يا سيدي محبتي وثقتي يا ضامنا سلامتي لك يا سيدي محبتي وثقتي يا ضامنا سلامتي ففي طريقي غربتي عيناك تحمي خطوتي وإن ضللت تائها تعيد لي مصيرتي ففي طريقي غربتي عيناك تحمي خطوتي وإن ضللت تائها تعيد لي بصيرتي لك يا سيدي لك أنا بجملتي يا ملجئي وراحتي لك يا سيدي لك أنا بجملتي يا ملجئي وراحتي وراحتي أعطيك آمال الكبار أعطيك ليلي والنهار أعطيك قلبي خالصا قدس في نور ونار أعطيك آمال الكبار أعطيك ليلي والنهار أعطيك قلبي خالصا قدس في نور ونار أمين أمين يا ملجئي وراحتي الرب راعي فلا يعوزني أي شيء طول ما هو الراعي طول ما هو السيد فلا يعوزني أنا عارف في ناس كتير عم بشوفني عنده احتياجات كتير لكن صدقني اليوم بقول لك طول ما أنت حاطط الرب عن يمينك فلن تتزعزع أبدا سأجد حبا لإلهي
خالقي ومبدعي، فهو راعي منقذي، يحفظني في كل ضيق. سأجد حبا لإلهي خالقي ومبدعي، سأجد حبا لإلهي خالقي ومبدعي، فهو راعي منقذي، يحفظني في كل ضيق، فهو راعي منقذي، يحفظني في كل ضيق، ممن أخاف والرب ممسك يدي، ممن أخاف والرب ممسك يدي، الرب نوري مرشدي وهو خلاصي سندي، يسوع ضامن غدي، الرب نوري مرشدي وهو خلاصي سندي، يسوع ضامن غدي. فإن ضللت أو شردت عنه يوما، عنه يوما ردني، فإن شردت أو ضللت عنه يوما ردني، فحبه وعطفه لي ملجأ يضمني، فحبه وعطفه لي ملجأ يضمني، ممن أخاف والرب ممسك يدي، ممن أخاف والرب ممسك يدي، الرب نوري مرشدي وهو خلاصي سندي، يسوع ضامن غدي، الرب نوري مرشدي وهو خلاصي سندي، يسوع ضامن غدي، ممن أخاف والرب ممسك يدي، لا لن أخاف والرب ممسك يدي، الرب نوري مرشدي وهو خلاصي سندي، يسوع ضامن غدي، الرب نوري مرشدي وهو خلاصي سندي، يسوع ضامن غدي، يسوع ضامن غدي، صدق يسوع ضامن غدي. يا يسوع انت احتياجي، بتمسك فيك وانت فرحي وتاجي، انا عيني عليك. ما احلى الكلمات لما نقولها من قلوبنا، مش بس ترنيمة ولا بس كلمات، فعلا من كل قلبي عم بقول لك يا رب انت احتياجي، انت احتياجي، ايدك اللي مسكتني هي احتياجي، مش اللي في ايدك اللي بدك تعطيني اياه هو اللي على قلبي، لا، على قلبي انت نفسك. اطلب الرب، مش من الرب بس، اللي من الرب سهل، لكن اطلب الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب. تعالوا هيك نقول مع بعض، انا بطلب مجدك، وريني مجدك، واذا كان في عيني قشور شيلها بيدك يا رب. يا يسوع انت احتياجي، بتمسك فيك وانت فرحي وتاجي، انا عين عليك. يا يسوع انت احتياجي، بتمسك فيك
انت فرحي وتاجي، انا عيني عليك، انا بطلب مجدك، وريني مجدك، اذا كان فعني اشور شلها بيدك، انا بطلب مجدك، وريني مجدك، واذا كان فعني اشور شلها بيدك، وان كان في قلبي خطيه ورعتها كتير، خلصني من العبوديه بقوه تحرير، وان كان في قلبي خطيه ورعتها كتير، خلصني من العبوديه بقوه تحرير، انا بطلب مجدك، وريني مجدك، واذا كان فعني اشور شيلها بيدك، انا بطلب مجدك، وريني مجدك، اذا كان فعني اشور شيلها بيدك، انا مستنيك يا فدية وقلبي عطشان، رؤية شخصك تحييني ونبعك مليان، انا مستنيك يا فدية وقلبي عطشان، رؤية شخصك تحييني ونبعك مليان، انا بطلب مجدك، وريني مجدك، واذا كان بعني اشور شيلها بيدك، انا بطلب مجدك، وريني مجدك، واذا كان بعني اشور شيلها بيدك، شبعي فيك بردي ومنك، انت الهي وعيني عليك، منتظرك راحتي في شخصك، قلبي وروحي بين ايديك، شبعي فيك بردي ومنك، انت الهي وعيني عليك، منتظرك راحتي في شخصك، قلبي وروحي بين ايديك، قلبي وروحي بين ايديك، لما اشبع منك راح ادوس على عسل العالم وما فيه من شهوة، وده شيء ملموس، لكن وعدك هغلب بيه، لما اشبع منك راح ادوس على عسل العالم وما فيه من شهوة، وده شيء ملموس، لكن وعدك اغلب بيه، لكن وعدك اغلب بيه، شبعي فيك بردي ومنك، انت الهي وعين عليك، منتظرك راحتي في شخصك، قلبي وروحي بين ايديك، قلبي وروحي بين ايديك، ارويني بحبك يا فدية، واملاني بروحك يا مليك، اخفيني وانت ظهر فيا علشان مجدك يرجع ليك، ارويني بحبك يا فدية، واملاني بروحك يا مليك، اخفيني وانت ظهر فيا علشان مجدك يرجع ليك، عشان مجدك يرجع ليك، شبعي فيك بردي ومنك، انت الهي وعين عليك، منتظرك راحتي في شخصك،
قلبي وروحي بين ايديك، قلبي وروحي بين ايديك، منتظرك غير خطواتي، اتحول وابقى بركان، يتفشل عملك في حياتي، تعمل بيا في كل مكان، منتظرك غير خطواتي، اتحول وابقى بركان، يتفشل عملك في حياتي، تعمل فيا كل مكان، تعمل فيا كل مكان، شبعي فيك برتي ومنك، انت الهي وعينا عليك، منتظرك راحتي في شخصك، قلبي وروحي بين ايديك، شبعي فيك برتي ومنك، انت الهي وعينا عليك، منتظرك راحتي في شخصك، قلبي وروحي بين ايديك، قلبي وروحي بين ايديك. امين امين يا رب، قلبي وروحي بين ايديك. بفضل نعمتك وعمق رحمتك آتي محبتك، عارفين كنا عم نرنم منتظرك غير خطواتي. في شيء الرب على قلبه يغيره فينا، في شيء الرب على قلبه يدخل وينقي ويغير ويطهر، يعطينا فعلا حياة جديدة، يعطينا فعلا امتنان جديد لإله. بتعرفين سمعين على المحبة الأولى اللي احنا نسيناها، اللي احنا مش مدركين كيف كنا أول ما سلمنا حياتنا لإله وحبيناه وأكلنا الكتاب المقدس. هاي نعمته اللي غيرتنا، اللي احنا فيها مقيمون، لكن في ناس مش مقيمون في المسيح بالاسم، لكن في المسيح أنه فعلا أنا في المسيح حقا. تعالوا نرجع نقول له يا رب من كل شفتي من كل قلبي رأى أحمدك وأنحني لإلك أنت مش لحدا تاني، بفضل نعمتك وعمق رحمتك. بفضل نعمتك وعمق رحمتك آتي محبتك وأرتمي عليك، اروي ظمأ قلبي وشوقي وحبي، فراحتي يا ربي وحاجتي إليك. بفضل نعمتك وعمق رحمتك آتي محبتك وأرتمي عليك، اروي ظمأ قلبي وشوقي وحبي، فراحتي يا ربي وحاجتي إليك. تحمدك الشفاء وتنحني الجباه لشخصك يا الله، فأنت خالقها، تسبح القلوب أمامك تذوب، فاسمك مهوب وأنت سيدها. إلهي ما أبهى فأعظم غناك،
فعيش في رضاك شوقي ولهفتي. لذا انتظرتك وعيني نحوك تحت ظلك تطيب جلستي. تحمدك الشفاء وتنحني الجبال لشخصك يا الله فأنت خالقها. تسبح القلوب أمامك تذوب فاسمك مهوب وأنت سيدها. قول معاي: إلهي صخرتي حصني وقوتي وكل لذتي في حبك يسوع. يا فرحتي بك فزت بحبك وقربي قلبك. أحبك يسوع إلهي صخرتي حصني وقوتي حصني وقوتي وكل لذتي في قربك يسوع. يا فرحتي بك فزت بحبك وقربي قلبك. أحبك يسوع تحمدك شفاء وتنحني الجبال لشخصك يا الله وأنت خالقها. تسبح القلوب أمامك تذوب فاسمك مهوب وأنت سيدها وأنت سيدها. أمين أمين. مبارك اسمه السيد ملك الملوك ورب الأرباب. أقول لك كان خاف من إيه ترنيمة، ما بعرف إذا سمعتوها أو مرأت عليكم، لكن على قلبي أشجعك فيها وأقول لك حوالينا أصوات كتير لكن فوقها إله قدير اللي كنا هلأ عم نقوله بفضل نعمتك وعم نحمد اسمه وعم نعلي اسمه. وإلهي صخرتي والقوة اللي منلجأ لإله ومنستند عليها طول ما هذا معنا، هو بقول لك لا تخف. هنخاف من إيه؟ والرب بنفسه اللي حمينا هو معانا وساكن فينا طول الأيام. تعالوا نقول هالكلمات مع بعض. هنخاف من ايه والرب بنفسه اللي حمينا هو معنا وساكن فينا وللأيام. طب ليه بنخاف لو رد ولدي رح يفصلنا عن حبه ده بإيده شايلنا مدينة سلام. هنخاف من ايه
والرب بنفسه اللي حمينا ومعانا وساكن فينا طول الايام. طب ليه بنخاف؟ لا مرض ولا دي رح يفصلنا عن حبه، ده بايده شايلنا ملينا سلام. حوالينا اصوات كتير لكن فوقها الى قدير عالي موجود غير محدود، صوته اقوى من المياه لتسجد كل الجبال ويقول يكون فيكون. حوالينا اصوات، حوالينا اصوات كتير لكن فوقها الى قدير عالي موجود غير محدود، صوته اقوى من المياه لتسجد كل الجبال ويقول يكون فيكون. هنخاف من ايه؟ والرب بنفسه اللي حمينا ومعانا وساكن فينا طول الايام. طب ليه بنخاف؟ لا مرض ولا دي رح يفصلنا عن حبه، ده بايده شايلنا ملينا سلام. رفع رايه الايمان مهما تحدانا العيان يغوى بكل السلطان. رح نطلق كلمات حياة وهنعلن يوجد إله ينجي من الموت حنان. رفع دراية الإيمان مهما تحدانا الأعيان يغوى بكل السلطان. رح نطلق كلمات حياة وهنعلن يوجد إله بينجي من الموت حنان. هنخاف من ايه؟ والرب بنفسه اللي حمينا ومعانا وساكن فينا طول الايام. طب ليه بنخاف؟ لا مرض ولا دي رح يفصلنا عن حبه، ده بايده شايلنا مدينة سلام. هنخاف من ايه؟ والرب بنفسه اللي حمينا ومعانا وساكن فينا طول الايام. طب ليه بنخاف؟ لا مرض ولا دي رح يفصلنا عن حبه، ده بايده شايلنا ملينا سلام. امين يا رب، نشكرك لاجل هذا الوقت، نشكرك رب لاجل انك كنت معانا واحنا عم نعبدك، لست ببعيد عنا، مبارك اسمك من الان والى الابد. نشكر رب لاجل هاي الفتره، بشكركم الاحباء اللي عم بتابعونا من مؤتمر الكنيسه العربيه المعمدانيه في واشنطن دي سي. خلينا نكمل مع بعض ونسمع كلمه خاصه من الرب في الوقت الجاي، والرب فعلا يتعامل مع كل واحد في هذا الوقت القادم في اسم يسوع. الرب يكون معكم. مرة تانية يا أخ سامر، شكرا كتير كتير لمحبتك ولفرحتك بشخص الرب اللي مبينة من قلبك اللي عم بفيض. يعني في يعني مثل بنقوله باللغة العربية بيقولوا إن الإناء بما به ينضح، يعني والحقيقة فرح الرب باين من قلبك وباين من حياتك، ونشكر الرب من أجلك ومن أجل خدمتك ومن أجل الترانيم الحلوة اللي الرب أعطاك إياهم لحتى تشاركنا معهم، حتى تشاركنا فيهم في هالمؤتمر المبارك هيدا. مرة تانية الوقت هيدا لحتى نسمع كلمة الرب لحياتنا، وحقيقة ما بقدر أشكر الرب بما فيه الكفاية لما أعطانا الرب من خدام في وسطنا في هالسنة هاي. فسواء كان الأسيس أسبر اليوم الصبح، أو دكتور عصام امبارح المساء، أو الخدمات الثانية اللي خدمها معنا الأسيس ناشد، وهلا الأسيس ناشد معنا مرة تانية رح يتكلم إلينا برسالة عن تأثير الإنجيل في حياتنا بالنسبة للرجاء المبارك. أحبائي، نحن ينبغي أن نعيش حياتنا بانتظار هذا المخلص
الذي لم يخلصنا من خطايانا فحسب، لكن سيأتي أيضا مرة ثانية ليخلصنا ويغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. نعم أحبائي، سيرتنا هي في السماويات التي منها ننتظر مخلص. بتقول شو مخلص؟ ما خلصنا الرب. لا، هذا مش مخلص من ذنوب الخطية وعقابها، مش مخلص بس من قوة الخطية، لكنه أيضا مخلص من وجود الخطية. أحبائي، أن هذا الإنجيل هو إنجيل كامل، إنجيل ليس فقط يتكلم عن خلاص الروح والنفس، لكن أيضا يتكلم عن خلاص مجيد، خلاص كامل، كما قال صاحب الترنيمة التي نترنم فيها أحيانا، يقول فيها لي خلاص، لي خلاص كامل فوق الصليب. أمين. أخ ناشد تفضل، والرب يباركك، ورب يبارك حياتك ويملأ فمك بالروح القدس بينما تتكلم إلينا في هذا الصباح. أهلا بكم أحباء الكنيسة المعمدانية العربية في واشنطن دي سي، وإحنا في مؤتمر الأخبار السارة. مبسوطين النهاردة نكون بنتكلم عن موضوع جميل وشيق، عن الرجاء المبارك. خلونا نقرأ مع بعض جزئين من كلمة الله. القراءة الأولى من رسالة تيتوس إصحاح 2، تيتوس 2 من عدد 11، يقول لنا كده بولس الرسول: لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر، منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل اسم ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة. تكلم بهذه عز ووبخ بكل سلطان، لا يستهن بك أحد. القراءة الثانية موجودة في يوحنا الأولى إصحاح 3 من العدد الأول: انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله، من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه. أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. آمين. حقيقة أخبار الإنجيل الجميلة الرائعة، زي ما المؤتمر بيكلمنا، أخبار الإنجيل بتكلمنا عن شخص المسيح الذي تجسد وعاش بقداسة فيما بيننا، وصلب ومات ودفن وقام وصعد. لكن كمان الأخبار السارة تقول إن المسيح جاي تاني، منتظرين الرجاء المبارك وظهور الله، ظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. حقيقة في الآية دي بولس الرسول بيحكي لتلميذه تيتوس عن عمل النعمة ومدرسة النعمة، وهو بيحكي كده بيقول لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس. وراح قال تعبير جميل: معلمة إيانا. كلمة إيانا أنا عامل عليها دايرة في كتابي، إيانا. وقال واحد من رجال الله: ما أنت لو مش من إيانا تبقى من إياهم، مفيش فريق ثالث. معلمة إيانا، أروع مدرسة هي مدرسة النعمة. معلمة إيانا، تأثير مدرسة النعمة على الماضي والحاضر والمستقبل. الماضي قال ننكر الفجور والشهوات العالمية، وبعدين يقولي بقى ونعيش بالبر والتقوى في العالم الحاضر. طب والمستقبل؟ الماضي ننكر الشهوات اللي كنا بنعيش فيها، والحاضر نعيش بالبر والتعقل والتقوى. طب والمستقبل؟ المنتظرين الرجاء المبارك. تأثير حقيقة انه الرب جاي علينا، الرب جاي لينا مرة تاني من السماء، تأثير ده علينا كمؤمنين ازاي نعيش
وازاي تكون حياتنا. والحقيقة الكتاب المقدس بيتكلم يعني بولس الرسول وهو بيحكي في رسالة كورنثوس الأولى وبيقول للتلاميذ انه هذا هو الإنجيل الذي بشرناكم به، وهو بيحكي عن المسيح الذي مات وقام لكنه أيضا صعد وأنه سيأتي. تأثير الحقيقة دي على كرازتنا، على حياتنا، على كمان الراقدين بيسوع المسيح وعلى اللي سبقونا للمجد. أنا النهاردة والآية الجميلة اللي موجودة في سفر أعمال الرسل الإصحاح الأول، والمسيح واخد التلاميذ لجبل الزيتون، وبعدين يحصل حاجة جميلة بعد ما المسيح أراهم نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم، وهو يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. وبعدين يقول كده إنه هو مجمعهم وقال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأوقات والأزمنة، والرب قال لهم في عدد 8 كده لكنكم ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. وبدأ الرب بدأ يكلمهم ويقول في عدد 9، ولما قال هذا بعد الإرسالية وبعد الوعد بالروح القدس، لما قال هذا وهم ينظرون أخذته سحابة عن عيونهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا وإذ رجلان قد وقف بهما بلباس أبيض وقال أيها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء، إن يسوع هذا. الحقيقة دي في الحقيقة حقيقة تفرح القلب، إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. خدتهم على جبل الزيتون وشافوا السحابة وهي واخداه وطالعة بيه للسماء، قال لهم الرجاء المبارك بقى إنه المسيح اللي انتوا شايفينه وطالع للسحابة زي ما شفتوه طالع للسماء هيجي مرة تانية بنفس المنظر ونفس المشهد، ويحكي ان الرب نفسه بهتاف بصوت ملائكة وبوق الله والراقدين بيسوع المسيح يقومون اولا، ونحن الاحياء نتغير ونخطف معا جميعا في السحب لملاقات الرب في الهواء. حقيقة الرجاء المبارك، الرجاء الجميل الرائع اللي قال عنه يوحنا الرسول، وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. طب هو طاهر، الطهرته تزيد وقدسته تزيد لأنه عينه على السماء وبينتظر منها مجيء الحبيب العريس المبارك شخص ربنا يسوع المسيح. طب بما ان احنا مصدقين وبما ان احنا مؤمنين انه جاي تاني وجاي قريب، لما يتكلموا عن الحقيقة دي يعني مرة من المرات مثلا الرسول يعقوب يقول هو ذا الديان واقف قدام الباب، لو هقولها بتعبير بسيط انه الرب حاطط ايده على الأكرة وجاي، وبولس الرسول يقول مرة إن خلاصنا الآن أقرب جدا مما كان حين أمنا، ويقول كده يوحنا الحبيب وهو بيكتب سفر الرؤيا عن الرب وهو بيطلق صافرة النداء 4 مرات، يقول كده في سفر الرؤيا ها أنا آتي سريعا، أنا جاي قريب أنا آتي سريعا في صح 3، وفي أواخر السفر وهو بيقول أنا جاي قريب أنا جاي مرة تاني. هل يا ترى إحنا منتظرين الرجاء المبارك؟ كم حد فينا متأكد ان الرب جاي؟ طب تأثير الحقيقة دي علينا، تأثير الرجاء المبارك، تأثير ظهور المسيح ومجيء المسيح ثانية علينا، تأثير حقيقة الاختطاف على المؤمنين، هل يا ترى احنا مصدقين الكلام ده وعايشين بمقتضاه؟ كم حد مصدق انه يمكن يجي الرب النهاردة؟ كم حد فينا عايش بالحقيقة دي، تأثير كلمة الله اللي بتكتب عن الحق ده طول العهد الجديد وهو بيكلمنا عن مجيء الرب ثانية؟ في الحقيقة عدت افكر لو احنا مصدقين الحقيقة دي ان الرب جاي، ايه تأثير ده على حياتنا كمؤمنين؟ اول حاجة في الحقيقة يعني لمست قلبي قوي لو احنا مصدقين الحقيقة دي وعايشين بيها وان الرب جاي، ودي كلمة الله الحية زي مرات كتير انه المسيح اللي شايفينه طالع للسماء وصاعد للسماء هيجي بنفس الطريقة، هيجي مرة تانية، واتكلم الكتاب
كل العهد الجديد والأناجيل والرسائل تتكلم عن مجيء الرب ثانية. إيه تأثير ده على حياتنا كمؤمنين؟ أول تأثير تصنعه حقيقة الرجاء المبارك، نمرة واحد، حياة السهر والاستيقاظ. لو أنا مؤمن عارف أنه ممكن في أي لحظة الرب ييجي، يا ترى تأثير ده على حياتي إيه؟ حقيقة من الحقيقة الجميلة اللي موجودة في إنجيل لوقا وإحنا بنتكلم مع بعض، تعالوا نطلع مع بعض إنجيل لوقا صح 12 عدد 35، يقول لتكن أحقائكم ممنطقة، لتكن أحقائكم ممنطقة وسروجكم موقدة. خليكم مستعدين وخلي سراجك يكون موقد مستعد. وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. الحق أقول لكم أنه يتمنطق ويتكئهم ويتقدم ويخدمهم، وإن أتى في الهزيع الثاني أو أتى في الهزيع الثالث ووجدهم هكذا فطوبى لأولئك العبيد. وإنما أعلموا هذا أنه لو عرف رب البيت في أي ساعة يأتي السارق لسهرة ولم يدع بيته ينقف. فكونوا أنتم إذن مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. الرب يسوع بيقول أن تأثير الحقيقة دي على المؤمنين، لو أنا مؤمن مصدق أن الرب جاي سريعا والرب جاي مرة تاني، وأنا منتظر الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم وربنا يسوع المسيح، هيكون عندي حقيقة السهر والاستيقاظ والاستعداد، وأكون في كل الوقت قاعد منتظر حبيبي وعريس الكنيسة. كم حد فينا فعلا سهران والحقيقة دي لها تأثير، مش في غمار العالم ولا في شهوات سائر الأشياء، لكن أنا بعيش منتظر سيدي ماذا حينما يرجع. حينما يرجع هل سيجدني ساهر؟ هل يا ترى أنا هكون منتظر حبيبي ومتوقع مجيئه بكل يقظة، ولا هكون نايم؟ بيقول لو علم رب البيت في أي ساعة يأتي السرق لساهرة ولم يدع بيته ينقب. تسالونيك الأولى 5:4 يقول وأما أنتم أيها الإخوة فلستم من ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص. جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا من الليل ولا ظلمة، فلا ننم إذن كالباقين بل لنسهر ونصحو. رب النهاردة عايزنا كمؤمنين نصحى. خلاصنا الآن أقرب مما كان حين أمنا. خلاص هانت، خلاص العلامات والعالم من حولنا، وإن كان الاختطاف لا توجد له ولا علامة في كلمة الله، ممكن يبقى دلوقت وممكن يكون والمؤتمر معمول، ممكن يكون بكرة. فهل يا ترى إحنا مستعدين لذلك الوقت؟ المسرح يعد، إحنا سهرانين ومستعدين لمجيء المسيح. هل ناس كتير ومؤمنين كتير بيقول لك منذ أن رقد الأباء وكل شيء باق، كل حاجة زي ما هي، بقالكم سنين توعظونا وتقولولنا الرب جاي، طب هو ما جاش، بس لو جه النهاردة، لو جه النهاردة هل يا ترى هيلاقيني سهران ومستعد، ولا إني نايم في غمار وهموم وملذات هذا العالم؟ أول حقيقة أسهر واصحى وأكون مستعد. بس الحقيقة التانية، في الحقيقة بطرس الأولى 4:7 يقول لنا عن حقيقة تانية جميلة. بطرس الأولى 4:7 يقول لنا إنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات، ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. هنا بيحكي عن موضوعين في غاية الأهمية. إيه هي؟ بيقول إنه بما إن نهاية كل شيء قد اقتربت، فصحوا وتعقلوا، تعقلوا واصحوا للصلوات. حياة السهر الروحي
يتبعها حياة صلاة. هل يا ترى احنا في سهرنا ده بنصلي ومليانين بروح الصلاة، انه خلاص الايام اللي باقية لينا على الارض الرب يملاها بحضوره ويملاها باعلان مجده على حياتنا وعلى بيوتنا؟ ويقول حاجة تاني هنا خطيرة جدا، بما ان نهاية كل شيء قد اقتربت، وبما انه لا نعلم في اي ساعة يأتي ابن الانسان، ويتكلم هنا كمان حاجة رهيبة جدا لنصحه ونصهر، لكن يقول حاجة جميلة، يقول كده: لتكن محبتكم بعضكم إلى بعض شديدة، لأن المحبة تستر كسرة من الخطايا. وكانوا عايز يقول بما أنه خلاص النهاية جاية، ليه نغضب بعض في الطريق؟ ليه نكون في خصام؟ ليه تكون محبتنا محبة فاترة؟ إذا كانت خلاص خلصت، ليه إحنا كإخوة وأخوات، ليه كمؤمنين كعائلات، ليه محبتنا بردت؟ وكانوا عايز يقول ترجع المحبة مرة تاني، تأثير هذا الموضوع السهر الروحي والصلوات ينعكس بمحبة داخلية عميقة بعضنا نحو بعض. وكانوا عايز يقول ما تغضبوش بعض في الطريق، خلاص هانت وهنروح. مرة حد زمان حكى قصة قعدت أضحك، بس هي بسيطة لكن ليها معنى روح عميق. قال زمان في إحدى القرى عندنا في مصر هنا كان في كنيسة صغيرة، وقبل التكييفات ما تطلع كانوا في مراوح كده، ففي أخت ليها مكان كده تحت مروحة جنب عمود كده، تحب تقعد في المكان ده، تيجي بدري تقعد في المكان ده. بس مرة تأخرت، جات لقيت واحدة أخت من الكنيسة قاعدة مكانها، والكنيسة لسه فاضية، الراعي بيصلي على المنبر وهما الاثنين ورا. فالأخت بهدوء بتقول للأخت اللي قاعدة مكانها: ممكن تقومي من فضلك، ده مكاني. فالتانية قالت لها: هنا مفيش حجز، اللي يجي بدري يقعد. فقالت لها: أنا مش بعرف أقعد غير في المكان ده. ليه؟ تحت المروحة الهواء يضربها، تسند دماغها على العمود تنام. فقالت لها: أنا مش بعرف أرتاح إلا في المكان ده. فقالت لها: هو أنا مش قايمة. فالأخت اللي مش راضية تقوم لها الأخت التانية راحت غضبت وهي واقفة كده، قالت لها: أنت مش عايزة تقومي لي؟ قالت لها: آه. قالت لها: عارفة لما نروح السماء، إن قعدتي آخر السماء من بحري، أنا هقعد آخر السماء من قبلي. الراعي سمعهم قال لهم: ومين قال لكم إنكم بحالتكم دي أنتوا الاثنين أصلا رايحين السماء؟ مرات الواحد يقول لك إيه؟ أنا رايح السماء، هو عايش هنا في كراهية وعايش في خصام. وده انا بحل مشكله من فتره بين اثنين، وبعدين واحد قال لاخوه في الجسد بيقول له، وانا بحل المشكله بينه وبين اخوه، قال له: انا موصي ولادي لما موت ما تطلعش وراي. قلت له: يا اخي حتى وانت ميت مش عايز تغفر، حتى وانت ميت مش عايز تطلق اخوك. عشان كده يكلمنا عن حقيقه مجيء الرب وحقيقة الرجاء المبارك، وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. أول حاجة الاستيقاظ والسهر والاستعداد. اثنين، حقيقة مهمة جدا التعقل والصلوات. لكن حقيقة ثالثة مهمة جدا جدا، المحبة الأخوية الشديدة. نحن في نهاية الأيام، هتغضب أخوك ليه؟ وتخسري أختك ليه؟ رايحين السماء مش قادرين نقعد مع بعض هنا. طب أسألكم سؤال: هنقضي أبدية مع بعض إزاي؟ هنقعد أبدية مع بعض إزاي وإحنا متخصمين هنا؟ كم حد فينا يمكن مجروح؟ بحب حقيقة جميلة في كلمة الله، آيتين في إنجيل متى، آية في متى 5:23 في الموعظة على الجبل، الرب بيقول كده: إن قدمت قربانك إلى المذبح، وهناك وأنت تقدم قربانك، وهناك تذكرت أن لأخيك شيء عليك. قال تعبير رهيب جدا: أطرق قربانك قدام المذبح. كنت زمان حافظها: أطرق قربانك على المذبح. تقول لي: والفلسفة تفرق إيه؟ لا تفرق كتير. قدام المذبح، حطه تحت هنا جنب المذبح، واذهب أولا. دي واحدة من ثلاثة أولا في الموعظة على الجبل. اذهب أولا واصطلح مع أخيك. روح في الأول، ولما تصطلح، لو حطيته على المذبح من غير ما تصطلح هشطب لك عليه بالأحمر، اكس بالأحمر، تقدم تسبيح، تقدم عطاء، تقدم صلوات، تقدم أي ذبيحة روحية من الذبائح اللي بتقدمها هتلاقيني شطبت لك عليها. فسيبها قدام المذبح واذهب أولا واصطلح مع أخيك، وحينئذ تعالى وقدم قربانك. روح في الأول اصطلح. طب ده لو أنا اللي غلطان. متى 18 بقى آية جميلة، يقول لك إيه بقى؟ إن أخطأ إليك أخوك. أيوة أنا لما كنت غلطان رحت
فأكيد هو غلطان يجي. قال لا، إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه. هو أنا غلطان أروح؟ هو اللي غلطان أروح؟ اللي عنده قوة روحية هو اللي يقدر يروح. أنا معرفش ليه الروح القدس بيدوس على النقطة دي. بما إن الرب جاي قريب، ليه أحبائي؟ إيه اللي خلينا نزعل من بعض؟ وإيه اللي خلينا محبتنا تفتر؟ عشان كده يقول كده، لتكن محبتكم، لكن قبل كل شيء، قبل الصلوات. بصوا الآية بتقول إيه، بطرس الأولى 4:7، إنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات. ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. المحبة الأخوية من قلب نقي، من قلب طاهر وبشدة. بس حقيقة من الحقيقة الجميلة اللي حطها قدام حضراتكم كمان، تأثير الرجاء المبارك، يقول في رؤية 3:2، الرب بيتكلم يقول كده، كن ساهرا وشدد ما بقى الذي هو عتيد أن يموت، لأني لم أجد أعمالك كاملة أمام الله. فاذكر كيف أخذت وسمعت، واحفظ وتوب، فإني إن لم تسهر أقدم عليك كلص ولا تعلم أي ساعة أقدم عليك. الرب هنا بيقول في رؤية 3 وهو بيحكي في 2، والكلام ده خطير جدا، لملاك كنيسة ساردس، وكلمة ساردس معناها باليونانية باقية. الرب بيتكلم معاه وبيقول له شدد ما بقى الذي هو عتيد أن يموت، والرب بيقول له كلام خطير جدا، أعمالك لم تكن كاملة أمام الله. وبعدين يقول له الرب كده، فاذكر كيف أخذت وسمعت، اللي انت خدته من امور غاليه من ربنا خليك سهران عليها. وبعدين يقول له واحفظ وتوب، وتوب. وهنا الرب يحط له تحذير، احفظ ما اخذت وما سمعت وتوب. توب عن كل شر، عن كل خطيه، عن كل دنس. هنا حياه التوبه الدائمه، بما انه الرب جاي، بما انه الرب جاي، ايه اللي احنا محتفظين بيه؟ الامور اللي خلتنا تعبنا وقعنا في الطريق، يقول له احفظ وتوب، فإني إن لم تظهر. هذا تحذير شديد لملاك كنيسة ساردس، إن لم تظهر، تظهر أقدم عليك كلص ولا تعلم أي ساعة أقدم عليك. وكأن الرب بيقول له أنا جاي وما تعرفش الساعة اللي أنا جاي فيها، لكن أنا بحذرك وبقول لك. تأثير حقيقة الرجاء المبارك في كلمة الله، حياة السهر الدائم، حياة الاستعداد الدائم، حياة الصلاة، حياة المحبة الأخوية النقية من قلب طاهر وبشدة، لكن حياة التوبة المستمرة. يقول له احفظ وتوب، احفظ وتوب. انت مش عارف انا جاي امتى، يمكن دلوقتي، فليه اعيش في الخطية؟ انا بنادي من كل قلبي على كل مؤمن ومؤمنة بيسمعوني، على كل حد ليه اختبار وعنده خطية، زي ما قال كده داود في مزمور 66 وهو بيتكلم، ان رعيت اسما في قلبي مش لا يستجب الرب لي، لا يستمع الرب لي. لو في خطية برعيها ومكبرها وسهران عليها، يجي الرب النهاردة يحذرني. حياة توبة، حياة من قلب طاهر وبشدة، بحب الرب من كل قلبي. بس كمان حقيقة من الحقائق المهمة جدا جدا، ودي في الحقيقة اللي قريتها مع حضراتكم وأقرا شواهد تانية، حياة القداسة، حياة الطهارة والقداسة. يوحنا الأولى وهو بيتكلم كده في إصحاح 3:1، انظروا أية محبة قد أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله، من أجل ذلك لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه. 2 يقول لي، أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، لكن يقول لي ولكن، وهو بيقول كده، ولكن نعلم. بحب كلمة نعلم. الكتاب كله من تكوين 1 لرؤية 22 ما تلاقيش فيه ولا مرة الله أعلم، لكن تلاقيه كله مليان نحن نعلم، أنا عالم. هنا يقول نحن نعلم، دي تأكيد شديد جدا، ولكن نعلم إنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو. وكل من عنده هذا الرجاء،
كل اللي عنده الرجاء المبارك ان الرب جاي والرب سنكون مثله حينما يظهر. وبعدين يقول كده: وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. ما هو طاهر؟ قال طهرته تزيد وقدسته تزيد، عينه على السماء ومنتظر الابن الحبيب يجي. يجي القلب يميل للعالم، يقول له حاسب اوعى تميل للعالم والخطية. يمكن الرب يجي النهاردة، يمكن يجي حبيبنا اليوم، يمكن يجي، يمكن يمكن. حاسب حاسب حاسب، اوعى تكون مشغول، اوعى تكون مشغول بالعالم، مشغول بالشهوات، مشغول بخطايا، مشغول والبزنس واخد قلبي والرب خارج حسابات. يجي به يطهر نفسه كما هو طاهر. لو حضراتكم طلعتوا معايا بطرس الرسول الثانية وإصحاح 3 بيتكلم فيها كلام خطير جدا جدا، وهو بيقول في عدد 8 بطرس الرسول الثانية 3:8 وهو بيحكي بيقول: ولكن لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء، إن يوما واحدا عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى. ليه بيتأنى؟ لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. ليه الرب مستني لحد دلوقت؟ عشان ناس كتير غاليين بنصلي لأجلهم، وعشان في ناس الرب مستني عليهم عشان ييجوا. وهو لا يشاء أن يهلك، مش أن يهلك، احنا اللي بنختار، مش هو اللي يهلك، احنا اللي بنختار الحياة او نختار ان احنا نرجع له. لا يهلك احد بل ان يقبل الجميع الى التوبة. ولكن هو مد فرصة، ولكن سيأتي كلص في الليل يوم الرب. وعايز اعلق تعليق، مرات كتير اسمع حد يقول ايه ان الرب هيجي كلص. لا، الرب مش هيجي يسرق، الرب جاي ياخد حقه وجاي ياخد كنيسته اللي دفع فيها اغلى تمن ومهر غالي على الصليب. لكن يأتي كلص في الليل يوم الرب، هنا بيتكلم مش عن شخص لكن عن توقيت. يوم الرب سيأتي كلص، كلم عن المعاد انه هيكون مفاجئ. وبعدين الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة. وانا في الحقيقة يعني بطرس الرسول الصياد بيتكلم عن انحلال العناصر. رفع حضراتكم لحد القرن ال18 كانوا يقولوا دايما كده انه العنصر احاد الجزيء لا ينحل، ودي كانوا يقولوا من الاخطاء العلمية في الكتاب المقدس. وبعدين اكتشفوا اكتشاف بعد كده انه العناصر تنحل. فواحد ملحد بيقول هو بطرس الصياد الغلبان جاب منين انحلال العناصر دي من اكتر من 2000 سنة؟ جاب منين من 2000 سنة انحلال العناصر؟ اخو مؤمن حلو قال له جابها من الكنترول السماوي. الرب هو اللي قال له اكتب العناصر تنحل محترقة وتحترق الارض والمصنوعات التي فيها. كله هيولع، الغالي هيولع والرخيص هيولع، التمليك هيولع والايجار هيولع، اللبس الماركات والغالي هيولع والبسيط اللي على القد هيولع، الذهب هيولع، وكل حاجة هتنحل محترقة. وراح سأل بولس بطرس الرسول في رسالته الثانية صح 3:11: بما أن هذه كلها تنحل، كل ده هينحل ويحترق، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم؟ بما أنه كل اللي خاطف قلبنا ده هيولع وينحل. وراح جاوب كتر خيره، قال: في سيرة مقدسة وتقوى، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب. أعيش بقداسة، كل اللي خاطف قلبي واللي واخد قلبي هنا هيجي في يوم من الأيام هسيبه. عشان كده الرب بيكلم كل واحد فينا: هانت هانت هانت. كم حد يقول له اديني أعيش بقداسة ليك، اديني أعيش اللي باقي في العمر بقداسة، أكرم شخصك، أعيش ليك الحياة اللي ترضيك وتشبع قلبك، أحيا بقداسة. بس كمان إلى يوم ما جيء ونعمل إيه؟ يلا أنا عارف الوقت بيجري، بس لحد ما الرب يجي اليومين اللي فضل لنا على الأرض نعيشهم إزاي؟ رومية 13:11 يقول هذا: وإنكم عارفون الوقت أنها الآن. أنا بحب تعبير الآن ده جدا، أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، لأن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين أمنا. قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور،
لنسلك بلياقة كما في النهار، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر، لكن يقول لا بالخصام والحسد، بل البسوا الرب يسوع المسيح، ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. بما أنه الوقت خلاص، الآن إنها الآن ساعة، مش إنه الآن يوم أو شهر أو سنة، إنه كان لما يتكلم زمان عن سنة الرب المقبولة، لما يجي في العهد الجديد لأجل السرعة يقول إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، لأن خلاصنا الآن أقرب من مكان حين أمنا. طب نعمل إيه؟ نخلع أعمال الظلمة، نخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. وبعدين يتكلم يقول لأن خلاصنا الآن مرة تاني يقول ساعة الآن لنستيقظ، وبعدين يقول خلاصنا الآن أقرب من مكان، وبعدين يقول كده نعيش إزاي، يقول لنسلك بلياقة كما في النهار. يا رب اليوم مجيئك ادينا نسلك كنور وكملح، وإحنا منتظرينك نعيش هنا يا رب، ونجاوب كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا، مستعدين لكل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا، نعيش بقداسة، نسلك بقداسة يا رب في السر وفي العلن، نعيش حياة ترضيك وتشبع قلبك يا ابن الله الحي. ليوم مجيئك ادينا نكون مستعدين، ليوم مجيئك يا رب ادينا اللي باقي في العمر نكرسه ليك. كم حد فينا مشتاق لليوم ده، كم حد فينا مشتاق لمجيء الحبيب. هانت نفسي اقول لكل مؤمن تقي منتظر رب، هانت قرب يجي اللي وعدنا من اقصى الارض يجمعنا. ننسى النحيب لما الحبيب على صدره الغالي يتكئنا، هيجي وياخدنا على سحابة مجده، ويقول كده انه الاموات في المسيح يقومون اولا ونحن الاحياء. انا عندي ايمان ان احنا الجيل اللي هيشوفه، عندي ايمان كده ومليان بالرجاء ده، ان احنا الجيل اللي هيتغير ويصعد معاه على سحابة مجد، ونحن الاحياء نتغير ونخطف معا جميعا في السحب لملاقات الرب في الهواء. وكل من عنده هذا الرجاء، كل من عنده هذا الرجاء، كم حد فينا موضوع الابدية ومجيء الرب برد جوه قلبه وما عادش بيفتكره، كم حد يقول له صح الأشواق جوانا، ودينا اليومين اللي فاضلين في العمر نعيشهم بأمانة ليوم مجيئك، ادينا نسلك بلياقة، نحيا حياة توبة مستمرة، نصحو ونتعقل للصلوات لتكن محبتنا بعضنا لبعض شديدة من قلب طاهر وبشدة. ادينا نكرمك ليوم مجيئك، ادينا نخدمك بأمانة ونعيش اليومين اللي فاضلين في العمر على الأرض ليك بأمانة شديدة. ادي الحديث عن مجيء الرب وعن الرجاء المبارك يملى 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 القلب، يملى القلب. في الماضي ننكره والحاضر نعيشه بالبر والتعقل والتقوى في العالم الحاضر، لكن المستقبل عينينا على السماء منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم وربنا يسوع المسيح. بصلي ليك وليا ولكل حد بيسمعنا وأنا عندي إيمان أن الأيام اللي جاية ربنا يدينا حياة الاستعداد الدائمة ليوم مجيئه. من فضلك غمض عينك وغمض عينك معايا وقول للرب احميني 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 من المشغولية في العالم، احميني انه قلبي يتاخد، احميني من النوم الروحي واديني سهر لشخصك، احميني من كل مرة قدمي تزل في الطريق، احميني احميني من العالم يخطف قلبي. يا رب ادينا نحيا في العالم، لكن اطلب منك لا يحيا العالم فينا، ادينا نكون بركة لكل من حولنا. بشكرك بشكرك لانه مجيئك قد اقترب على الابواب يا رب، لاجل كل حد فقد احباء مؤمنين اتقياء الوقت اللي فات، تشجيع وتعزية. رب أنا بشكرك لأننا افتقدناهم لكننا لم نفقدهم، سنراهم معك على سحابة المجد، تشجيع وبركة وسندة ومعونة لكل واحد من ولادك عينه على السماء منتظر مجيئك يا رب. بركة للكنيسة رعيها ومجلسها، وبركة لشعبك، بركة يا رب في اسم الرب يسوع لكل من يسمع. وعندي إيمان يا رب أنه الأيام اللي جاية تدينا نشوف مجد في وسطينا، وتجمع كنيستك عروسك من كل مكان وتسرع بمجيئك يا رب. في اسم المسيح بصلي، ليك الإكرام وليك كل المجد، آمين.
أسيس ناشد شكرا كثير كثير لمحبتك ومن أجل يعني كلمات الحكمة النابعة من فمك بالروح القدس مثل ما شعرنا اليوم وسمعنا صوت الرب إلى حياتنا. بشكرك من كل قلبي من أجل تواضعك من أجل خدمتك الحلوة ومن أجل محبتك لشعب الرب وتشجيعك لشعب الرب بهالطريقة هيدا. خلينا نقول شيء أحبة، أوقات كتير نحن لما بنحكي عن الإنجيل وبنحكي عن الخلاص وبنحكي عن الأشياء هذه كلها، فعلا أوقات كتير منتأمل أو منتخيل أنه الإنجيل هو من أجل خلاصنا من جهنم، وهذا صحيح، من أجل وجودنا في السماء وكمان هذا صحيح، لكن خليني أقول لأحبائي ما تخلونا بس نطلع على بركات الإنجيل من جهة يعني الفوائد اللي بتعود لأن فيها ونتمسك بس بالفوائد. أحبائي الإنجيل في المكان الأول كما يقول بطرس الرسول أعطانا كل هذه الأشياء لكي يقربنا إلى الله، فالغرض الأخير والأكيد من حياتنا بالإنجيل هو أن نحيا حياة قريبة من قلب الله، كما يقول يعقوب الرسول اقتربوا إلى الرب فيقترب منكم. وما أحلى هذا الرجاء المبارك اللي يوم من الأيام سنكون معه إلى الأبد، لذلك نعزي بعضنا بعض في هذا الكلام. رب يبارككم يا أحبة ويعطينا نعيش في هذا الرجاء على أساس نشر كلمة الرجاء لعالم فقد الرجاء بسبب ضياعه وبعده عن الله. شكرا أسيس ناشد ورب يباركك. ومرة تانية خليني أقول كلمة الرب لحياتنا مش بس لحتى نسمعها لكن لحتى نصليها ونطبقها، فخلونا نصلي ونختم اجتماعنا لهاليوم هيدا بعد الظهر، ونصلي من أجل اجتماعنا المسائي اليوم المساء الساعة 7:30 مع الدكتور عصام رعد. رأيت الرب فعلا يبارككم ويعطيكم أن تتابعوا معنا بهذا المؤتمر وبهذا البرنامج لكنيسة المعمدين العربية في واشنطن دي سي. نصلي. يا أبانا نعظمك ونشكرك من أجل هذا الرجاء المبارك، ومن أجل يا رب أنك أعطيتنا ليس فقط أخبار سارة للآن، لكن يا رب أخبارنا السارة هي عن ماضينا بأنه محيا، بأنه لا حكم علينا فيما بعد، وعن حضرنا بأنك أنت معنا، لكن يا رب أكثر الشيء عن مستقبلنا، عن ذلك اليوم الذي فيه نلقاك لكي نكون معك يا مخلصنا يا حبيب نفوسنا يا سيدنا وربنا يسوع المسيح. كم نعظمك كم نشكرك من أجل هذا الخلاص المجيد، ومن أجل إنجيلك المبارك، ومن أجل رجائنا الذي يوم من الأيام وعن قريب ننتظر لكي تأتي، ربما اليوم ربما غدا، فأعطنا أن نكون مستعدين في كل حين للقاء ذلك المجيد. آمين. أنت قادر، أيوة أنت قادر تبدل حال اللي ناديك، أنت قادر يا ربي قادر، ما بيعسر ولا أمر عليك، أنت قادر، أيوة أنت قادر تبدل حال اللي نادي.